عسلامة عبد الله. يا مرحبا، ايش عندك جديد؟ جديد عند أنطونيو فاوتشي. أنطونيو فاوتشي، اسم هذا مش غريب عليك. نعرفك مخك معدل على الفنانين والرياضيين يا سيدي. أنطونيو فاوتشي هو خبير الأمراض المعالجية في الولايات المتحدة الأمريكية. برا برا برا، يعطيك الصحة. مش هذا اللي خوفنا وقال لي كورونا وحش وهبطت في أورنيوز؟ صحيح، أما هو المرة هذه طيح في الخطورة نتاع فيروس كورونا. تحكي بالرسمي؟ ديجا صرح اللي يتوقع تخفيض مستوى كورونا من جائحة إلى ممرض متوطن، والأخبار هذا دولته برشا مواقع كيما سكاي نيوز، عربية نيوز، فرانس بريس وبرشا مواقع أخرى. زعما الناس كيفاش باش تتقبل الخبر هذا؟ هذيك علاش خرجنا وعملنا ريبورتاج باش نعرفوا لي رياكسيون نتاع الناس. نشوف فيها الاكتظاظ مدام عباد لاست على بعضها مش عليهم كانهم في دار العرس. سي نورمال باش تقعد معنا كوفيد، باش تقعد معنا على طول، خاطر كان جينا نحترموا روحنا كيما انا وياك بعاد على بعضنا والناس الكل تلتزم به الكلام هذا والقواعد هذه، راهي ما تقعدش معنا. انا بيدي نخاف على روحي منك، انت بيدك تخاف على روحك مني. انا واحد كي يلصقني نتشوكه منك، سواء في تاكسي سواء في كار سواء في مرشي سواء في كوشه، كيف كيف واش تخلى توا حتى كيف واحد يموت له ميت ما عادش يمشي ويعزي ولا بالتليفون. في السبيطار هم قاعدين يحكونا وينبهوا لنا، قال لك راهي تم الكورونا قاعده موجوده والعباد راهي ما حفش روحها راهو يضيع فيها، لازم نكونوا بعاد على بعضنا. المرض معناه مش مفهوم برشا، فما لي فما خايف فما لي ولا فما لي عادي، معناه حتى من بابا فيت نحن في السيرفيس اللي بيسيش يقول لك تيكا هاو انا مرضنا وهنا لقحنا، وفما لي مازال خايف ولا فما شكون يخاف حتى على ما يخافش على روحي يخاف على العيله نتاعو. معناه بالنسبه للكورونا فما خطر خوف، هذا مرض خطير يلزم فما وقاية، الناس تبعد على بعضها ومت المخالطة ياسر ياسر مشي باهية، ويلزم الإنسان يأخذ حذره. أنا شفت العباد مازالت متردة وخايفة. هكا عبد الله مالا، لازمنا نرجعوا لأهل الاختصاص باش نطمنوا الناس. دكتورة جيهان مناعي، أستاذة جامعية مبرزة في الطب ورئيس قسم الصحة النفسية بالقيروان. فيما يخص البانديمي كوفيد، نعرفوا اللي كانت عندها تأثيرات نفسية كبيرة خاصة في الموجات الأولى والثانية والثالثة، بيسكو هي حاجة جديدة وحاجة مازلنا ما نعرفوهاش، دونك كان برشا خوف، برشا حالات اكتئاب، برشا دي تروبل دو ستريس بوست تروماتيك، خاطر فما برشا عباد تعرضوا لدي زيفينمون تروماتيزون مهل الكوفيد هذايا، برشا عباد فقدوا عباد عزيز عليهم، دونك كانت برشا تأثيرات نفسية كبيرة. لكن في المرحلة هذه نعرفوا اللي مادام اكتسبنا دي زوتي دو بريفونسيون باش نحميو رواحنا وخاصة الفاكسان، دونك العباد الكل سورتو اللي عملوا الفاكسان واللي الدراسات العلمية أثبتت أني هذه معناها أوتي باش نحميو رواحنا، دونك حتى نفسانين ارتاحوا برشا ولاو فاهمين برشا حاجات ولاو عارفين اني فما حاجه كيما اللي عشناها قبل وكيما لي بانديمي لي والامراض اللي كانوا موجودين قبل واللي تجاوزناهم بالتلقيح، حتى المرض هذايا واللي فما انوتي امبورطون نجمو نحميو رواحنا بيه، دونك مش تكون زاده نفسيتنا تاقلمنا فهمنا الوضعيه بالكدا نزع الخوف وكل كلينيبيسيون وعدم القدره باش نواجهوا مرض كي من هكا يظهر لي جاوزناها شويه. حتى المجتمع التونسي الحقيقة عنده اون كاباسيتي كوغنيتيف باش يفهم برشا حاجات، دونك حتى النفسية نتاعو احنا لاحظنا اللي فما اختلاف في ردة الفعل نتيجة هالوباء هذايا، توا العباد عندهم ارتياح أكثر، عارفين اللي فما حاجة نجمنا نتغلبوا عليها حتى كان عملنا دي كونسيكونس نيجاتيف، مي نحميو رواحنا باش ما عادش لي كونسيكونس هذوك نلقاوهم. إن شاء الله ربي يحمي العباد الكل، وإن شاء الله العباد الكل تاخو الطريق الصحيح اللي هو سورتو الفاكسيناسيون، سورتو زادا لي باريير دو بريفونسيون، البافيت، الجيل، الديستيناسيون، هذوك دي زوتي يقعدوا في عاداتنا معناها الكوتيديان باش نحميو رواحنا وباش ما نطيحوش في دي كونسيكونس خايبين. دونك ننصح الناس ما ياخذوش الاخبار مسلمه وما يخافوش ويثبتوا من اهل الاختصاص، جوست يلتزموا بالبروتوكول الصحي ويحافظوا على رواحهم. واكيد الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج.